تسلية، ترفيه، صداقة في كل المواسم صيفا شتاء، هذا ما تقدمه لكم شركة المشروعات السياحية في مرافقها وأيضا في برنامجها. نحن أصدقاؤك، فأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة. أن شعار برنامجنا هو الصداقة، فاسمحوا لي قبل أن أبدأ أن أشكر زميلي سلمان العتيبي على تقديمه الحلقة الماضية. شكرا سلمان، ونبدأ معكم مباشرة بأخبار نشاطات شركة المشروعات السياحية. فضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التربوي الرابع للخدمة الاجتماعية والنفسية بمنطقة الأحمدي التعليمية، تم تنظيم يوم ترفيهي لأعضاء الجماعات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية بالمدارس. انقسم اليوم الترفيهي إلى فئتين، الأول في حديقة الصباحية بالنسبة لمدارس البنين، والثاني في شاطئ العقيلة بالنسبة لمدارس البنات. وقد اشتمل البرنامج على العديد من الفقرات التي شارك في تقديمها الأعضاء المشاركون من الطلبة والطالبات. كان لنا هذا اللقاء مع السيدة عائشة البحر، مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية بمنطقة الأحمدي التعليمية، لتحدثنا عن هذا اليوم في شاطئ العقيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التربوي الرابع للخدمة الاجتماعية بمنطقة الأحمدي التعليمية تحت شعار إشراقة جديدة لأجيال سعيدة، قمنا اليوم بهذا الإعداد لليوم الجماعات الاجتماعية بالمدارس، وهذا تعاون بيننا وبين المشروعات السياحية، واليوم يهدف لتنمية مهارات الطالب ونمو شخصيته وأعطاه نوع من الديمقراطية وخروج بعيد عن الجو المدرسي والجو الدراسي في مكان يقضون فيه يوم ترفيهي، وهذا لأول مرة نقوم بهذا اليوم، وإن شاء الله راح يكون التعاون بيننا وبين المشروعات السياحية دائم ومستمر. ونشكر المسؤولين على المشروعات السياحية لإعدادهم لنا هذا المكان وتعاون معنا، وإن شاء الله يكون دائم هذا المشروع. يحفظك الله دوما للأبد ويخليك دايم بالمقدم وبالأمام. عشتي لنا دوم يا أحلى بلد، يا من بعطيب وحلم الأحلام، بظل جابر وولي عهده سعد طول الدهر وعلى مدى الأيام.
في هذه الحلقة لدينا خبرين عن نشاطات نادي رأس الأرض البحري. نبدأها بالنشاط الأول. تنظم مجلة تحت العشرين مهرجانا رياضيا للفتيات يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 1996 بنادي رأس الأرض البحري. يبدأ المهرجان من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 8 مساء. حتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع كان لكاميرا نحن أصدقائك هذا اللقاء بالسيدة نادية الزامل من المجلة. السلام عليكم، معكم أميمة العيسى رئيسة تحرير مجلة تحت العشرين. أكلمكم من نادي رأس الأرض، جايين اليوم مع أغلب عضوات أسرة التحرير لتحضير لبرنامجنا مع الأسبوع القادم اللي يصادف إن شاء الله يوم الخميس 19-12. عندنا مهرجان رياضي هو الأول من نوعه، مسوينا خاص الفتيات من سن 14-19 سنة. يشمل البرنامج أو المهرجان العديد من الفقرات، عندنا مسابقات عديدة مثل على طريقة التليماتش، تخلص البنت من المجموعة الأولى وإذا فازت تدخل في المجموعة الثانية وهكذا إلى أن تصير لنا بالأخير مجموعة فائزة. هذا غير القوارب البحرية وغير الدراجات البحرية اللي مشاركة معنا في المهرجان. طبعا هناك في مطاعم وفي شركات كثيرة. المهرجان راح يكون بإذن الله في نادي رأس الأرض، والقائمة عليه مثل ما تكلمتوني اللي هي مجلة تحت العشرين. مجلة تحت العشرين الحقيقة هي المجلة الأولى من نوعها في العالم العربي المتخصصة لسن الفتيات من 14-19 سنة. وهذه المجلة مثل ما قلت هي الأولى المتخصصة للفتيات. احنا نلاقي هناك في مجلات كثيره بالسوق للاطفال او مجلات كثيره للنساء، لكن هذه الشريحه العمريه اللي هي من 14-19 سنه مجلتهم الوحيده اللي صدرت لحد الان هي مجله تحت العشرين. المهرجان هو فقط للفتيات من سن 14-19 سنه، وندعوهم الحقيقه للحضور، واللي يحب انه يشتري تذاكر يتصل في المجله خلال الاسبوع ويشتري، او انه يحضر نفس اليوم بس يحضر مبكر لأن إحنا عددنا محدود وما رح ندخل يعني أعداد كبيرة. أهلا وسهلا وحياكم الله في مهرجان الرياضي الأول اللي سيقام تحت رعاية مجلة تحت العشرين. دائما كل العاملين في مرافق شركة المشروعات السياحية يؤمنون الترفيه والتسلية والأمن والسلام لكل مرتادي المرافق، ولكن هل فكرتم يوما ما كيف يشعرون هم بالترفيه وكيف يذهبون إلى التسلية وهم متواجدين دائما لخدمة المواطن ولخدمة كل من يزور المرافق؟ لذلك ومن هذا المنطلق قررت شركة المشروعات السياحية أن تعمل يوما مفتوحا لكل عائلات موظفي وإداري شركة المشروعات السياحية. وهكذا كان يوم الخميس الماضي في نادي رأس الأرض البحري. طبعا لن نطيل الحديث، كل ما يمكن أن نقول عن هذا اليوم الترفيه المفتوح بأنه أتى كبار وصغار والعاملين من صغار الموظفين وأيضا كبار الإداريين في شركة المشروعات السياحية هم وعائلاتهم للمشاركة بهذا اليوم المفتوح. كان هناك مهرجانا موسيقيا وكان هناك العديد من المسابقات الترفيهية والمسلية إضافة إلى الجوائز والهدايا. لن إلى الحديث نتابع الآن بالصوت والصورة مع كاميرا نحن أصدقائك. يلا سيدي فيلم فيلم مسرحية أغنية كويتية مصرية لبنانية أكل براد بطة أيوة أكلك مين يا بطة. مراد اليوم لحد تاني.
بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامجكم نحن أصدقاءك، برنامج شركة المشروعات السياحية. نتمنى أن تكونوا قد ساعدتم واستمتعتم معنا فيما قدمناه بهذه الحلقة، ونتمنى أن نراكم في مرافق شركة المشروعات السياحية خاصة في هذا الطقس الجميل. إلى أن نلتقي الأسبوع المقبل، لكم من كل الحب وإلى اللقاء.